اذاعه قفصه عين على الحدث. امام العنف الكبير اللي قاعد ينتشر والميليشيات اللي قاعده تمارس في عنف ورهاب على كل قوى المجتمع، الاحزاب على المنظمات على الجمعيات على المبدعين على الفنانين، وفي وضح النهار وصلوا حتى للاغتيال السياسي في تطاوين بدون ردع بدون ان يطبق عليهم القانون، هذا ولا يؤشر انه ثم توجه وخيار عند بعض الاطراف انها تدفع البلد نحو الفوضى ونحو العنف ونحو تعفين الاوضاع ونحو تفكيك هيكل الدوله واحلال هالميليشيات محلها. وهذا يخطر على تونس وعلى صورتها، اخطر على استقرارها، اخطر على الاستثمار، اخطر على السياحة، اخطر على نمط حياتنا، اخطر على مسارنا السياسي. لذلك ادعينا حزب الوطني الديمقراطي الموحد وفي الجبهة الشعبية ايضا لضرورة عقد مؤتمر وطني لمنهضة العنف، وصارت اتصالات الحقيقة مع الحزب الجمهوري مع حزب المسار وتم تفاعل اكثر من ايجابي في هذا الجانب، ونحن بسبب الاتصال ببقية الاحزاب المعنية بالامر والرأوا انه تونس كاملة معنية بمنهضة العنف لانه اخطر على كيان الدولة وعلى كيان المجتمع. ونتصور انه تفعيل هالمبادرة هذية والتعب الشعبية ضد العنف قادرة توقف هالموجة وتعزل اصحابها وقادرة ترد البلاد المربع المدني السلمي الديمقراطي اللي هو الاطار الوحيد الحقيقي لتونس اليوم.